اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فقربنا فيه إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك، واجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدنا فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتنا إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.